والله العظيم إنه أطيب أنواع الدموع الدمعة من خشية الله ومن محبة الله وشوقا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدمعة عندما تتعلق بالله العظيم سبحانه وتعالى تصبح هذه الدمعة غذاء يتغذى به القلب المؤمن، راحة للقلب المؤمن، كيف لا؟ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العين اللي بتبكي من خشية الله يا أحبابنا عين غالي كتير، بس تبكي من خشية الله، تبكي من حياء من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا رب ارزقنا عينان هطالتان من خشيتك قبل أن يصبح الدمع دما والعين جمرا يا رب العالمين.